رسم الرئيس عبد الفتاح السيسي خارطه طريق للوطن خلال المرحله الهامه المقبله بعد فوزه في الانتخابات الرئاسيه مرحله فارقه في تاريخ الوطن تاتي وسط تطورات اقليميه لا تنتهي وازمه اقتصاديه كبرى تضرب العالم مرحلة فارقة في تاريخ الوطن تأتي وسط تطورات إقليمية لا تنتهي وأزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم، وهو ما استدعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسم خارطة طريق للمستقبل بعد فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية 2024. مصر بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخيه تواجه حزمه من التحديات على كافه المستويات ياتي في مقدمتها العدوان الاسرائيلي على غزه والذي تطلب استنفار كل الجهود للحيلوله دون استمرار لما يمثله من تهديد للامن القومي المصري وللقضيه الفلسطينيه كما تواجه مصر تحديات اقليميه خطيره واوضاعا مشتعله في السودان وليبيا والتي ترتبط بشكل مباشر بامننا القومي بالاضافه لمواجهه التحديات العالميه الناتجه عن استمرار الازمه الروسيه الاوكرانيه أما على المستوى الداخلي فتبرز أولوية استكمال استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النهضة الشاملة التي بدأتها الدولة منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس السيسي هي تحديات حدت بالرئيس السيسي لتجديد العهد ورسم خارطة الطريق التي ارتكزت على الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي تجمع أبنائها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا. دوله تسعى لتوفير الحياه الكريمه للمواطنين وتمتلك القدرات العسكريه والسياسيه والاقتصاديه التي تحافظ على امنها القومي ومكتسبات شعبها وسط تحديات معقده ومتشابكه تواجه مصر في ظل قياده حكيمه ورشيده متسلحه بشعب عظيم ضرب اروع الامثله في التضحيه والثبات سواء في تصديه للارهاب وعنفه او لتحمله للاصلاح الاقتصادي واثاره بالاضافه لمواجهه الازمات بثبات ووعي وحكمه